ومع الأستاذ خلود، وعودا على قانون المصالحة اللي اقترحه الراحل باجي خالد سبتي. وقتها كانت يقول لك فرصة لتبييض رجال الأعمال، ثم مسار كما قلت أنت عدالة انتقالية، جاب مسار آخر باش يبيض في الناس. الآن إذا كانت الدولة في ذروة أنها استحقاقها، تكونش فرصة للمجرمة الصحاح أن يتم تبييضهم الآن ما دام هو في حاجة الفلوس؟ طيب كنت تسمعوا في الجلسة هذيك قالت لك راه هو الأمانة مستشارة في الدولة، قالت لك راه عنده فلوس من برا متاع طبيب، يعني هذا في الجهار نهار سمعوا فيه، يعني مش يدخلهم مش يقابل سيد الرئيس مش يعمل حوار يتحاور معه، هو مبيض أموال، يعني تكون فرصة للمجرمة باش يتم تبييضهم. سعد الرزاق هنختم معكم دقيقتين الله ينورك. هي أكثرية الحالات الناس هذوما خذوا احتياطاتهم وخرجوا أموالهم وما خلوش حاجة كبيرة هنا، وثم رزاق كتبها باسم عائلاتهم وثم رزاق كتبها بحيث أنا رأى المسار كل هذا مسار عبثي ولا طائلة منه. وأنا نطلب بكل لطف من رئيسنا أنه يصلح المسار وأنه معناه يتحلى بالشجاعة الكافية إلى دراسة الملفات بعمق، ولأن بلادنا فيها ثروات كبيرة وما يكونش كما حالك تونس، حال المتسول كان تذكروه اللي توفى في العاصمة اللي الله يرحمه يلقاو عنده قديش من مليون في الحساب البنكي وقديش في البريد مع المئات، وفي الأخر مات في البرد وفي الجوع. بلادنا غنية وإحنا قاعدين نتسول، بالتالي يلزم تغيير العقلية ويلزم معناها الخروج من هذا المنوال. هل من وقت لحظة تأمل يا أستاذ بالحق بغض النظر عن الاختلافات السياسية، لحظة تأمل لصالح اللي تفرش فينا الآن يا سيد سعيد، أعمل جرد، أعمل تقييم للصلح الجزائي للناس، كيفية عينتها اللجنة هذه، كيفاش كونتها، قد جبت فلوس، احكينا ما فيش مشكل. وحكومتك سيد سسمو هو رئيس الحكومة، تونس جميلة، تونس جميلة، هي تونس جميلة، عطينا يا أخوي عطينا نورنا. هذا كسألوه قال نخدم في الخفاء، هي عندك 5 شهور وين الخفاء؟ نورنا وين مآلها؟ مش تعمل تكربيسة أخرى بلجنة الصلح قانون الصلح الجزائي من غير حد. هذا ضد الشفافية، ضد أنه معناتها الأهلية، وإذا تحكي عن انتخابات سابقة عطينا الكريدي الأول اللي قبل على خاطر باش نطمنوا، هذه ما فلوسنا عند المجرم، ما فلوسنا هذه، وما يغلبك يقول لك أعطيني حقي. شكرا جزيلا أستاذ خلود التومي الباحثة والمحللة الاقتصادية، وجزيل الشكر للأستاذ عبد الرزاق بالعربي الخبير المحاسب لدى هيئة الخبراء المحاسبين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، غدوة إن شاء الله في الهيئة التعقيبية باش تحكي على تعلن قرار نتاع الشهيد محمد الزواري إن شاء الله غدوة، وإن شاء الله على ذلك استضبناكم إن شاء الله يكون معنا إن شاء الله كان سهل القدرة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، يكونوا حاضرين بداية الساعة 8:30، وكذلك متابعة للشكاية اللي قدمت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، هي الوحيدة، وسندوها بوليفيا، والدول العربية الكل قالوا نعم نعم ما عنده حد شيء ولا سندوها حد شيء. دونك مش يحضر معنا ضيف فلسطيني في ألمانيا يعطينا المتابعة ونواصل الشكاية هذه، أن أحدث ضجة كبيرة و فضيحة على الكيان الصهيوني. جزيل الشكر، نتواصل غدا بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. ما تنسوش أكثر دعم لصفحة الفيسبوك، رانا من كثرة الضرب متاع الفيسبوك وغلق الصفحات، نعود على ربي وعلى متابعينا وثقتكم وبحثكم عن المعلومة الدقيقة والمهنية. في أمان الله، السلام عليكم.